زي ما شفنا في الفيديو اللي فات احنا خدنا كده تعريف عام عن الإديوكيشن ليدرشيب اند مانجمنت والحاجات الدي تو دي اوبريشنز اللي بيكون مسؤول عنها الشخص ده او اللي بيمسك المنصب ده. طب التايتل بتاعه بيكون ايه؟ زي ما شفنا هو اي حاجه فيها اداره، ممكن تبقى بروجرامز مانجر، بروجرام كوردينيتور، كورس كوردينيتور، كورس تيم ليدر، إديوكيشن مانجر، اي حاجه في السكوب ده هتكون بتنتمي للموضوع اللي احنا بنتكلم فيه. دي اغلب التايتلز اللي موجوده في المجال ده. طيب انا دلوقتي عايز ادخل المجال ده اعمل ايه؟ سواء انت اوريدي جوه مدرسه او انت مش يعني اي كيان تعليمي او انت لسه ما دخلتش اي كيان تعليمي، تقدر تدخل مجال الإديوكيشن ليدرشيب. ازاي؟ مبدئيا احنا هنتكلم في السيريز دي عن علم اداره المشروعات، وهو ده التكنيكال اسبيكت اللي انت محتاج تكون درسه او فهمه، الحاجه الفنيه يعني اللي ليها علاقه بالمجال ده. انت بقى ممكن تبقى جاي من انهي باك جراوند؟ انت ممكن تبقى جاي من التيتشنج باك جراوند، من دلوقتي حاجه في حاجه اسمها الاي دي، او ان انت تبقى انستراكشنال ديزاينر، ان انت بتصمم التجربه التعليميه بالكامل والمحتوى بتاعها والتريننج ديليفري هيتم ازاي وهكذا. طيب لو انت جوه المدرسه انت بتبدا تظهر للاداره اللي اعلى منك ان انت انترستد في الموضوع ده، فلو في رحله، في تنظيم الامتحانات بتاعه المؤسسه اللي انت فيها، في متابعات مع اشخاص مختلفين، يعني مثلا انت بتبقى مدرس والمفروض ان هيبقى في تنسيق مع الباص اللي هياخد الطلبه من مكان لمكان، فممكن يبقى في حد تاني مسؤول عن الموضوع ده. لكن لو انت ابديت المبادره يشود انيشيتيف في الموضوع ده، ان خلاص هتقولي رقم عم محمد وانا هبقى اتصل بيه وانسق معاه ومش عارف ايه، طب احنا عايزين حد يجيب الكاترينج، خلاص خلوا الموضوع ده عليا، انا اعرف مطعم ممكن يجيب لنا الموضوع ده. الانيشيتيف دي هي اول حاجه تخليك على طريق انك تبقى education leader. مش بس ان انت بالتايتل، لكن قبل ما تاخد التايتل انت خدت الكريديبيليتي اللي تخليك اول واحد يفكروا فيه لما يعوزوا حد في القطاع ده او في السلك ده. فاول حاجه هي الانيشيتيف، بعد كده بتبدا تتكلم رسميا مع الاداره اللي فوقيك، يا جماعه انا حابب ان انا امسك الموضوع ده، وزي ما شفتوا انا كان ليا بقى بتتكلم بقى في السكسس ستوريز اللي فاتت او الحاجات اللي انت عملتها، والله انا نظمت الامتحانات بتاعت مش عارف ايه، نظمت الرحله الفلانيه، انا اللي عملت الديل مع المكان الفلاني وهكذا. فده بيحصل لما انت بتكون جوه الكيان نفسه. لو انت بره الكيان فهتلاقي وظائف كتير بيتم الاعلان عنها في الموضوع ده، في الديفلوبمنت سيكتور او في قطاع التنميه بيتم نشرها من خلال المؤسسات اللي بتشتغل في الحاجات دي، زي ايه؟ زي يو اس ايد المعونه الامريكيه، جي اي زد اللي هي برنامج التعاون الالماني، بيتم من خلال مؤسسات المجتمع المدني الكبيره زي مثلا انجاز، زي رايز، زي ايديوكيت مي، زي مؤسسات مختلفه كتير. يعني انت لو كتبت على جوجل كده مؤسسات المجتمع المدني في مصر هتلاقي لسته يعني مهوله بمؤسسات مجتمع مدني محليه او دوليه. يعني مثلا انجاز ده، انجاز ايجيبت هو جزء من انجاز عرب اللي هو جزء من انجاز جلوبال، فتقدر تقدم على حاجات مع الاماكن دي. فده السكه بتاعتك. هتكون المؤسسات دي بقى بتدور على تايتل ايه؟ بتبدا من اصغر حد في المنظومه خالص، بيكون يعني شباب لسه في الجامعه او فريش جرادز، بيبقى اسمه فيلد كوردينيتور. الفيلد كوردينيتور ده تقدر تقربها للاشر، يعني هو واحد بيبقى بيساعد في اللوجيستكس، يجيب حاجه، يودي حاجه، بيوجه الناس اللي موجوده في ايا كان الفيلد تريننج اللي انت موجود فيه. بعد كده الفيلد كوردينيتور ده ممكن يبقى اسمه بعد كده بروجكت كوردينيتور، ان هو مش بس في الفيزيكال بريمسز اللي بنقدم فيه الكورس او الحاجه التعليميه دي، لا ده كمان في الباك اوفيس، في الحاجات الورقيات او اي حاجه ليها علاقه بالتوثيق بيكون جزء منها، وفي جزء من البلاننج والدوكيومنتس اللي احنا بنشتغل عليها. بعد كده ممكن يبقى اسيستنت بروجكت مانجر او اسوشيت بروجكت مانجر، او ممكن تشيل بروجكت تحط بروجرام، في مؤسسات بتسميه بروجرام، في مؤسسات بتسميه بروجكت، الفرق ما بينهم يعني نظريا كبير، ولكن عمليا المؤسسات بتدمج ما بين الاثنين بشكل كبير. يعني المفروض ان كلمه بروجرام هو عباره عن اكتر من بروجكت، لكن الشركات والمؤسسات المختلفه بتستخدم الاثنين في مكان بعض عادي. فبتلاقي اسوشيت او اسيستنت بروجكت مانجر او بروجرام مانجر، بعد كده بتبقى بروجكت مانجر، بعد كده سينيور بروجكت مانجر، بعد كده بروجكت دايركتور، بعد كده بروجرامز مانجر وهكذا. فكل التايتلز دي هتلاقيها وانت بتدور. لو انت حابب تبدا البحث من دلوقتي ممكن تشوف على لينكد ان على وظف، او على جوجل كاريرز. جوجل كاريرز من اقوى الاماكن اللي انت تدور عليها على شغل.
بتكتب عليها التايتلز اللي انت عايزها، اسامي المؤسسات اللي انت عايز تشتغل فيها، الدول اللي انت عايز تشتغل فيها، طبيعه الشغلانه عايزها فول تايم ولا بار تايم ولا ريموت ولا فريلانس، وتقول له يبعت لك الوظائف كل قد ايه، يبعتها لك كل يوم ولا كل اسبوع ولا كل 10 ايام وهكذا. فيدخل على جوجل كده واكتب جوجل كاريرز وحط الفلترز اللي انت عايزها كلها، هتبدا تظهر لك كل نتائج البحث اللي انت عايزها بالظبط. استخدم فيها التايتلز اللي ذكرناها دي كلها النهارده، وان شاء الله تقدر تشارك في مشروع تعليمي وتكون ماسك جزء اداري فيه او جزء الايديوكيشن ليدرشيب فيه. تابعنا في الحلقات اللي جايه من باقي السلسله، هنتكلم بقى عن التكنيكال سكيلز اللي انت محتاج تتعلمها، وتقدر تشوف باقي الكورسات اللي موجوده على قناه تيفل شيب اللي ليها علاقه مش بس بالجانب الاكاديمي ولكن بمهاراتك الشخصيه كمدرس، اللي هتكون برضو هي نفس المهارات الشخصيه اللي انت محتاجها عشان تبقى ايديوكيشن ليدر. بالتوفيق ان شاء الله.